سمحتي بغيت اخذ قرض. انت راتبك على بنكنا؟ اي نعم، وبغيت اعرف ايش كثر مسموح لي اخذ قرض على راتبي ومتى اقدر استلم المبلغ. ان شاء الله اتاكد من بياناتك والاجراءات كثير سهله، بس اعطيني رقم حسابك. ان شاء الله. تفضلي. يه 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 يه، شو هالزين، شو النفنوف الحلو، شو هالجنطة الحلوة، هذه الجنطة جديدة أول مرة أشوفها صح؟ سلف، كل شيء لابسته سلف، من راسي لريولي سلف، الجنطة هذه سلف، الساعة هذه سلف، حتى القلب هذا سلف، كلهم تسلفتهم من أختي، ريلها يا بلها بعيد زواجهم هدايا. هذه الهدايا السنعة. الله يرزقني وييسر أموري ويبلك الأحلى والأسنع. إيه بالمشمش. سعاد، إيش فيك الله يهداك؟ خليك متفائلة شوي. من عيوني إن شاء الله. بعدين تعالي قولي لي، ليش بالله إحنا بطلعاتنا ما تكشخين ما تلبسين؟ ليش ما عرفي جاتك شو عزايمك بس؟ من صدقك الحين الطلعة معك تسميها طلعة؟ تطلعني مثل الناس عشان أكشخ؟ إذا ذبحت عمرك وطلعتني يا حديقة يا بحر يا ألعاب. أقول تشاو. الو، هلا سعاد، وينك؟ ويني يعني بالسوق. ها كنت كاشته بالدوام؟ ماخذه عرض اليوم. ليش عندك؟ واي وليد، شنو تحقيق هوش عندي يعني بالسوق اتسوق؟ لا بس مو تحقيق، بس قلت اني اذا فاضيه الليله نطلع. وين؟ واحد من الشباب معي في الدوام مدح لي خوش سوق، سوق جمله يبيعون فيه اغراض مدارس واغراض البيت وبجامات حق اليهال، ويقولك بعد زود مسوين خصومات. الو سعاد. اي معك. حسباني انقطع الخط. ايش قلتي بتروحين؟ لا ما ابي اروح. إيه ليش عندك؟ واي وليد انت ما ادري من وين تجيب لها الاماكن، انا ما اروح اماكن فيها هيلق وبعدين وايد رخيص مو من مستواي. يلا باي، بعدين اكلمك، مشغوله انا الحين. ابو عزوز. هلا. طالع. اي والله طالع، بتمشى شوي. زين تعال معي دار النشر. ها يلا وياك فوقه. يلا بس شوف سيارتي مو بسيارتك. احسن عشان اوفر بنزين. هذا سواقتك كلش ما واطنة. هذا وانت اللي معلمني وانا صغير. هاي هلا. هاك هذه قهوتك اللي طلبتك. حبيبي. ثانك يو. يحط لك سكر ولا لا؟ لا. Thank you. كمل سالفتك. ماكو. كلمت سارة قلت لها جد أنا عبالي الورد إنه منك، فخذيت مخاطرة وحسيت إنها هدت شوي. زين ريم من متى مسببت لك مشاكل؟ صار لها فترة. مشكلة مو هني، مشكلة ان اختك سبيتشا رايحة ماسكة سارة وقالت لها عن كل شيء، ان انا خطبتها كذا مرة وان ابوها رفض وكل شيء يخطر ببالك رايحة قالت لها اياه. والله سبيتشا هذه مشكلة. الواحد مو عارف شلون يتصرف معاها. وبعدين ريم ايش تبي بالضبط؟ خلاص يبا، علاقة وانتهت، ليش مصرة تخرب حياتك؟ وهي تبي نرد حق بعض. يعني مو قصدي كذي، قصدي انه يعني تبينا نتزوج. خصوصا سبب الرفض كان ابوها وابوها توفى. فهد ابي اسالك سؤال وابيك تجاوبني بصراحه. انت تحب ريم؟ ما ادري
شعوري متناقض ناحيتها. أبي جواب محدد، يا أبيض يا أسود. ما أدري، كل اللي أقدر أقول لك إياه إني ما نسيتها ولا يوم. ويوم شفتها بالأمسية حسيت إن روحي ردت لي. واي بدرية للحين ما خلصتي؟ كاني قاعدة انشب. وي ليش شريته جاهز؟ انا مو قاعدة تسوي حلو بيت؟ وي بدرية ترى ذبحتينا عاد كل شيء تبينه شغل بيت، ما ادري عاد حق منو، ايش دعوة يبين بعينه ولا يقدر؟ خابة نفسك وتحوسين في المطبخ وهو ما يدري عنك. الله يعين حماي عليك. حبيبتي بوسيده بالمقلوب اني خذيتها. يلا يلا خلصي. شلون تطلعين على الإشارة حمرة وانت طول عمر سياقتك راقدة؟ ما أدري، ما انتبهت، كانت عيني على الإشارة اللي قدام ولما شبت خضرة مشيت. الحمد لله يا بنتي إن الله ستر. خلاص خالتي قولي الحمد لله، كاهد أنا قدامك بخير والله كتب لها عمر جديد. الحمد لله. الحين أنتوا لازم ترجعون البيت عشان ترتاحون شوي. شلون نرجع يا يبا وقلبنا معاها؟ عمي أنا الليلة بتم عندها وأي شيء تبون اتصلوا علي وبطمنكم عليها. لا يما، أنتي روحي بيتكم علشان ورات جامعة من الصبح وإحنا راح نقعد معها. دانا أختي وأكثر، إذا ما أتعب عشانها أتعب عشان منه؟ جزاك الله خير يا بنتي، ما قصرتي، تعبناك معانا. يلا فوزية إن شاء الله ما فيها إلا العافية، ما تشوفين شر يا بنتي. يلا حبيبتي إذا بغيتوا شيء دقوا علي. سلام بيج حبيبتي عمري. انت ما تبكي وانت بيها؟ اقصد تبي تتزوجها؟ يا اخوي ساره ما قصرت بحقي، طيبه وبنت حلال، وأنا ما أبي أبهذلها وياي. خلاص دام كذي وقف ريم عند حدها. إن شاء الله. يا أخوي اسمع نصيحتي، ترى باكر تدش بنتاها ما تقدر تطلع منها. الحين سارة هي اللي أسست دار النشر. من فلوسها. سارة تحبك وهي بنت حنان. يمكن للحين قلبك متعلق بريم، بس صدقني مو كل شيء بهالدنيا نبيه نقدر ناخذه. صدقت يا أخوي.